وعلى هامش معرض القاهرة الدولية للكتاب عقدت ندوة تحت عنوان مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية. استعرضت الندوة دور مصر الريادي والسباق في الشأن الفلسطيني بصفة عامة وفي أثناء المحنة الحالية على وجه الخصوص، وما قدمته وتقدمه مصر حكومة وشعبا تضامنا مع الأشقاء في فلسطين. طبعا الندوة تضمنت العديد من المحاور، منها ما تعلق بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، منها تعلق أيضا بتسليط الضوء على استطلاعات الرأي وتوجهات الشارع المصري تجاه القضية الفلسطينية، أيضا تحليل للنظام الدولي وسياساته تجاه القضية الفلسطينية، وكانت مداخلتنا حول الأبعاد القانونية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. سلطنا الضوء بصورة أساسية على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، ووجدنا انه هذه الجرائم يعني تفوق ما 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 جاء في قواعد القانون الدولي، وربما كانت اكثر بشاعه واكثر انتهاكا للقيم الاخلاقيه والانسانيه التي يقوم عليها هذا القانون. ناضع مجموعه من المراحل، هذه كل مرحله تتلوها مرحله اخرى بتستند على نمره واحد، هدنه انسانيه تؤدي الى تبادل اسرى، تؤدي الى زياده مساعدات انسانيه، تؤدي الى وقف اطلاق النار، تؤدي الى انسحاب اسرائيل من قطاع غزة. دي كلها مراحل لا يمكن أن تتم في خطوة واحدة، ولكن هذه المراحل أعتقد أن المراحل هذه المراحل اعتمدت دوليا، ويمكن في مؤتمر باريس في 28/1 الماضي كان واضح جدا جدا أن المبادرة المصرية أو المقترحات المصرية هي الأساس الذي بني عليه اجتماع باريس 28/1. وخليني أقول حاجة مهمة جدا، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي طرحت مبادرة أو مقترحات الخروج من الحل.